نستحل هذه الفعاليات لندوة الحركات الانفصالية والمنظمات الإقليمية في إفريقيا، وهي لبنة أخرى في صرح التفكير حول المجال الإفريقي لما هو فضاء حيوي، ما فتئت مؤسسة منتدى أصيلة وموسمها الثقافي تخصصان له حيزاً معتبراً منذ عقود طويلة، بحيث يمكن الزعم أن أصيلة كانت رائدة في الدراسات الإفريقية في زمن لم يكن هذا الانحياز يستثير حماس العديدين. وعلى امتداد سنوات كان لإفريقيا حظها من نقاشات الموسم وفعالياته وجوائزه. تنعقد هذه الندوة إذن لتسترسل في طرح أسئلة العلاقة بيننا نحن المنتمون لهذا الفضاء الجغرافي المشترك. أي واقع سياسي نعيش، وأي مستقبل نريد ونتوق إلى أن يتحقق؟ هدفنا هو شحن طاقة جديدة للتأمل في موضوع الانفصال في علاقته بالدولة الوطنية. موسم أصيلة الثقافي الدولي 43 ينظم هذا العام كما في السنوات الماضية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويتناول عددا من القضايا في جامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة في دورتها 36، قضايا تتعلق بالحركات الانفصالية في إفريقيا، وهو تحدي كبير للوحدات والكيانات الوطنية، كذلك التحولات التي تعرفها الشرق الأوسط وما أصبح يسمى الآن بالمسألة الشرقية الجديدة. هناك اتساع في مفهوم وجغرافية هذه المنطقة، كذلك النظام العالمي بعد حرب أوكرانيا وتأثير الطاقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في العالم، أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم الآن. كم هو مبهر هذا النجاح، كم هو مبهر هذا النجاح المتفرد لموسم أصيلة على مدى عقود من الزمن، وكم هي هائلة هذه القدرة على الحفاظ على آلق متوهج ونفس موصول متجدد لم تنل منه شيئا عوامل التعرية التاريخية التي عصفت بإيديولوجيات وأعادت تشكيل مجتمعات وفككت نظما في الاقتصاد والفكر منذ سبعينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا. بل لم تستطع حتى جائحة كتمت أنفاس الكون أن تخفت بريقه أو أن تحجبه. على العكس تماما، تجلى الموسم والكون مستسلم، واستكانت الجائحة على شواطئ المدينة كنورس متعب. دعوة من أخي وصديقي الوزير محمد بن عيسى للمشاركة في هذا الاجتماع المهم بالنسبة للمنتدى أصيلة، ويتناول دائما قضايا مهمة تهم العالم العربي والإفريقي والعالم بصفة عامة. والحقيقة المشاركة الثالثة بالنسبة لي، وهي فرصة أيضا ثمينة لالتقاء الأصدقاء والمفكرين ومن الساسة من جميع القارات لتبادل الرأي ولتداول في مسائل في الحقيقة مهمة جدا بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم العربي. قبل أن أعرج على هذه الورقة لأنه سوف أعود إليها، اليوم 16 أكتوبر ذكرى لا يمكن أن تمر ممر الكرام، لأنه أولا تصادف خطاب شهير للمغفور له بإذن الله الملك الحسن الثاني عندما دعا إلى تنظيم المسيرة الخضراء الموفقة. ثم ثانيا، هذا اليوم 16 أكتوبر 1975 كان ذكرى اعتماد محكمة العدل الدولية ما يسمى بالرأي الاستشاري الشهير، عندما أكد من بين ما أكد عليه الروابط الوثيقة، روابط البيعة بين سلاطين المغرب والقبائل الصحراوية، مما شكل بطبيعة الحال أساسا قانونيا في حد ذاته لإطلاق هذه المسيرة المظفرة. وإنني أهنئكم
يعني على هذا أقول هذا الذكاء الكبير اللي يعني جعل هذا اليوم يصادف هذه الذكرى العزيزة علينا. إذن الموضوع الأساسي هو الحركات الانفصالية بالخصوص في إفريقيا وما تشكله من تهديد وخطر على الاندماج الإقليمي في هذه القارة التي تعاني من مجموعة من المشاكل. هناك حالات كثيرة جدا يمكن أن نسردها في هذا المجال: مالي، بوركينا فاسو، السنغال مع الكازامانس، نيجيريا تاريخيا مع البيافرا، كاتونغا في الزاير إلى آخره إلى آخره، يعني ما يسمى بالكونغو الديمقراطية. ولكن المهم في هذا أن المداخلة ديالي ركزت بالأساس على الخطر الذي يشكله البوليساريو وكل من يدعمه، أولا لأنه حركة لها ارتباطات مع الإرهاب وارتباطات مع الجريمة العابرة للقارات المنظمة، وبالتالي فإذا كان المغرب مثلا احتضن لقاء مهم في مراكش في مايو 2022 ضد داعش، فلأنه يفكر في التصدي لهذه الظاهرة من زوايا مختلفة، بالخصوص أن يذهب إلى أصل هذا المشكل. وأعتقد أن لقاءات من هذا القبيل ربما على الأقل تقرع الأفكار وتساعد على فهم هذه الظواهر الخطيرة. وإذ أنوب على السيد وزير الشباب والتقاوم والثقافة والتواصل الذي تعذر عليه الحضور لهذا الحفل المتميز المحفل المتميز، فإني أبلغ شكره للسيد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة على الدعوة الفاضلة وعلى العمل التراكمي المتواصل الذي جعل هذا اللقاء منتدى بارزا للتداول في القضايا الإنسانية والتحديات الإقليمية والدولية التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر.